الخميس سيف الغماري. عندما يتحدث تاريخ كرة القدم العمانية عن صفحاته البيضاء فسيذكر اللاعب المرحوم غلام خميس مسبوقا بلقب الأسطورة. هو نموذج للإصرار والتحدي عندما كان منتخب عمان يتذلل المنتخبات في دورات كأس الخليج. أبى هذا الأسطورة أن يكون منتخب بلاده صيدا سهلا للمنتخبات الخليجية التي كانت عندما تلاقي المنتخب العماني لا تعرف إلا شباكه فقط. ولكن اسطورتنا غير ذلك التفكير. بداية من خليجي 7 في عمان في عام 1984 سجل هدفا في مرمى المنتخب الاماراتي جعلت الحارس الاماراتي يطالع أين ذهبت الكرة. ومنذ هذا الهدف وفي خليجي 8 في البحرين عام 1986 يومها قدم المنتخب العماني مباريات ولا أروع جعلت الجميع يقف احتراما ويصفق له. وفي خليجي 9 في عام 1988 ويومها كان أسطورتنا في قمة عطائه وكان قلبه ينبض عماني وعقله يفكر يريد أن يجعل من منتخب بلاده مفترس يفترس المنتخبات الخليجية. وبالفعل كانت الضحية الأولى هو المنتخب القطري الذي يومها كان أسطورتنا في قمة عطاء في الملعب وقدم مباراة ولا أروع ختمها بهدف الفوز الذي كتب لعمان أول فوز في دورات كأس الخليج. ويومها كانت كأس الخليج هي أفضل من كأس العالم بالنسبة للجمهور الخليجي. وكذلك طلب للاحتراف الخارجي ولكن لا نعلم ماذا حصل. الأسطورة غلام نقل ناديه من نادي عادي إلى نادي بطولات وإلى يومنا هذا لم يقدر أحد من أبناء النادي أن يكسر الرقم الذي حققه الأسطورة غلام. حقق 5 بطولات كأس وبطولة واحدة دوري ومن ثم اعتزل الكرة وكتب له بالمرض وبعد سنين ومعاناة انتقل إلى رحمة الله. الله يرحمك يا غلام كنت نجم وستظل في عقول الجماهير العمانية والخليجية مخلد.